الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. طيب إن قلت هل صلاة الاستسقاء سرية أم جهرية؟ جهرية للأثر والنظر. ما هو الأثر؟ كل صلاة حديث عبد الله بن زيد ثم توجه إلى القبلة ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وأما من النظر كل صلاة فكل صلاة يشرع لها الاجتماع فهي جهرية ما عدا الظهرين.